سيادة الوزير كامل الوزير، أولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا أستاذ أحمد عليك وعلى السادة المشاهدين، وخاصة على يعني أهالينا في الصعيد اللي أنا معاهم النهاردة. مشرفنا يا فندم في الصعيد النهاردة وبكرة. ده شرف ليا أنا والله. نقدر نقول بنعمل إيه في الصعيد دلوقتي؟ يعني الحمد لله أنت بس يعني بديت كده حاجة من اللي أنا بعملها، وأنت حضرتك بتقول إن إحنا كنا ما بنعرفش نروح الصعيد ولا بنتنقل في الصعيد. انما الحمد لله انا يعني احنا يعني هقول بس احنا بنعمل ايه والنهارده عملت ايه. اتفضل. احنا حضرتك بنطور بالكامل الطريق الصحراوي الشرقي بالكامل من القاهره حتى اسوان، الطريق الصحراوي الغربي من القاهره حتى ارقين على الحدود الدوليه الجنوبيه، والطريقين دول بيهموا المسافر اكتر. ولكن الطريق الزراعي شرق النيل مباشرة والطريق الزراعي غرب النيل اللي انا كنت عليه النهارده مثلا لسه من نص ساعة، زائد المحاور العرضية اللي رابطة بينهم، كل الكلام ده بقى اللي بيهم اهالينا اثناء حركتهم داخل الصعيد. ولكن اللي عايز يسافر الصعيد عندنا الطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، وعندنا طريق الصعيد الصحراوي اللي هو طريق الجيش. طريق الجيش غير طريق الجيش كمان. طريق الجيش اقصى الشرق. في بين طريق الجيش وبين النيل طريق صحراوي شرقي برضه بيتم ازدواجه. يعني النهارده احنا واخدين المسافه من الاقصر حتى هنا دي 100 كيلو. ايوه. سدنا اسواقيه اولى منها 36 كيلو. بيترفع كفائتها باحدث وسائل انشاء الطرق في العالم. عندنا النهارده على الطريق الصعيد على طريق الاقصر هنا ال 36 كيلو دول ست ماكينات ثلاثه اف دي ار اللي هي بتدور طبقات الاسفلت بكامل العمق ما فيها طبقه الاساس. ايوه. وثلاثه سي اي ار اللي هي بتدور فقط طبقه الاسفلت السطحيه اللي فوق. بدل ما ارمي الاسفلت ده كله وارميه بره وما استفدش بيه ولوث البيئه، ده انا جايب مكن بتوجيهات سياده الرئيس. وبالمناسبه انت حضرتك طلبتني من 10 دقائق، سياده الرئيس اللي كان على التليفون بيطمن احنا بنعمل ايه في الصعيد، ويوميا يوميا بيتصل بيطمن احنا بنعمل ايه في الصعيد، سواء طرق سواء محاور سواء سكه حديد. الدوله كلها. لا سياده الرئيس النهارده اطمئن عليه تحديدا، وسيادتك قلت له توجيهات سياده الرئيس ايه النهارده؟ توجيهات سياده الرئيس ده كتير. انا يعني اقول لحضرتك لا دلوقتي 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 ان عايز سرعه الكلابيه، وحضرتك عارف سرعه الكلابيه اللي بادئه من اول جنوب الاقصر وحتى نهايه حدود سوهاج في لحد اسيوط، وسرعة الإبراهيمية اللي بادية من 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 قناطر أسيوط حتى أبو النمرس في الجيزة، دول يتطهروا ويتنظفوا. الكلام اللي حتى كنت بتطلبه من أسبوعين ثلاثة. صح. يتطهروا ويتنظفوا ويتبطنوا على الجانبين بتوعهم ويتأرنكوا بشكل كويس جدا حتى لا نفقد خطة مياه واحدة، وحتى تبدو مجارينا المائية بشكل مثالي وشكل نظيف وشكل جميل، ترجع تاني بقى لأيام زمان. ناخد البر بتاعهم اللي هو الطريق الزراعي في الكلابيه اللي هو هيبقى الطريق الزراعي غربهم اللي هو هيبقى شرق النيل، لان حضرتك عارف ان الكلابيه شرق النيل. نعم. ولكن الابراهيميه غرب النيل. غرب النيل. ناخد البر ده والبر ده ونرصفهم، يبقى طريق دي 300 كيلو دي تقريبا 300 كيلو 600 كيلو بترع تتبطن ترع رئيسيه في الصعيد، والطرق اللي جنبهم لازم تترصف. ده غير بقى ايه؟ كل الترع المتقاطعه والطرق المحليه المتقاطعه مع المحاور الجديده اللي احنا بنعملها في الصعيد. احنا بنعمل 13 محور في الصعيد من اجمالي 21 محور بننفذهم في كل انحاء مصر. سياده الرئيس وجه ان كل الطرق المحليه المتقاطعه مع هذه المحاور كلها تترصف وتبقى طرق مثاليه. جميع الترع والمصارف مثلا غير الكلابيه وغير الابراهيميه، ترع اسمها ترعه الحجازه دي على طول يعني نقول جنوب المنيا وشمال الاقصر، دي لازم تتبطن ولازم تبقى ترعه برضه نموذجيه. كل الكلام ده يخلص. مش عايز اقول لحضرتك يعني تطوير السكه الحديد، استكمال السكه الحديد من السد العالي من اسوان يعني الى توشكا، علشان تربط يبقى في عندنا طريق بري من اسوان لابو سمبل لتوشكي الى شرق العوينات، ثم السكه الحديد كمان تكمل من اسوان الى توشكا عشان تربط مع شرق العوينات. توجيهات سياده الرئيس لا تنتهي بالنسبه للصعيد، يوميا في توجيهات بالنسبه للصعيد، والصعيد في بؤره اهتمامنا وفي بؤره اهتمام رئيس الجمهوريه شخصيا وحكومه الدكتور مصطفى مدبولي. الترعه اللي سيادتك بتتكلم عليها امتى هنبدا
لو بتكلم على الابراهيميه والكلابيه وغيره هنبدا امتى او الاجراءات ايه؟ ال توجيهات سياده الرئيس ان مش هيفتتح محطه النيل الا لما يلاقي التبطيل السلع بدات ويلاقي الطرق بدات تترصف، وان شاء الله باذن الله خلال افتتاحاتنا لمحاور النيل ربما في الشهر القادم ان شاء الله باذن الله تلاقي ترعه الكلابيه وترعه الابراهيميه وترعه الحجازه وكل الترع والمصارف اللي موجوده، الترع بالتحديد اللي موجوده متقاطعه مع محور كلام زي ما حضرتك قلت، محور بديل خزان اطوان، محور قوس نجاده، محور صملوط، محور عدل منصور في بني سويف، كل محور بيروت في اسيوط، المحورين الجداد سواء في الفشن في بني سويف او ابو تيج برضه في اسيوط، كل المحاور دي جميع الترع المتقاطعه معاهم هتتطهر وتتبطن، جميع المصارف هتتطهر وتتارنك وتتظبط، جميع الطرق المحليه هتترصف بشكل حضاري وشكل يسهل تنقل اهالينا في الصعيد داخل قرى ومدن ومحافظات الصعيد. سيادة الوزير هتصرفوا فلوس كتير قوي على الترع تحديدا. مش عايز اقول لك ان سيادة الرئيس الاعتماد بتاع الترع دي اعتماد مفتوح، مش عايز اقول لحضرتك 20 مليار و25 مليار، لا ده كمان مفتوح اكتر واكتر، لان حضرتك عارف طبعا وحضرتك وريتني ووريتك صور واقدر اوريها لك صورتها النهارده، الترع والمصارف في الصعيد اصبحت حالتها يعني غير جيده. انا بعت الحاجات من فتره عندنا بلاش نقول كلمه، لا نقول غير جيده. اورنيك الترعه بيختزل، اورنيك المصرف يعني بيختزل، صح. الـ الحاجات اللي بتترمى فيهم مش كويسه صحيا، الميه دي ميه، الميه دي ميه زراعه نظيفه المفروض تفضل نظيفه. كل الكلام ده ان شاء الله في اهتمام كبير جدا 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 بمنطقه الصعيد، ولا حتى طريق واحد النهارده طريق الاقصر هنا عليه ست معدات رئيسيه بالمعدات المعاونه معاهم، جريدرات وهراسات وخلاطات، ولكن ست معدات رئيسيه لسه واصله، مش عايز اقول لحضرتك واصله من المانيا لسه في بدايه الشهر، نزلوا من الميناء على الصعيد مباشره، ما قدمناهمش القاهره ولا اسكندريه ولا الواجه البحري. دي المعدات اللي قدامنا بنشوفها، هي قدامنا المعدات. حضرتك تقدر غير الصور اللي احنا نزلناها النهارده على موقعنا، تقدر تبعت البرنامج بتاع حضرتك بكره هيلاقيهم شغالين ان شاء الله باذن الله على الطريق لحد ما يخلصوه ينقلوا على طريق ثاني داخل القرى. المعدات يا فندم سياده الوزير قول لنا المعدات دي اللي احنا تقريبا اول مره نشوفها هنا، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كل معده رئيسيه منهم، المعده اللي اسمها الاول الاف دي ار الفول ديبث ريكليمانيشن، دي معده اعاده تدوير طبقات الاسفلت بكامل العمق، الفول ديبث بكامل العمق. بكامل العمق يعني بتاخد الاسفلت كله مع طبقه الاساس تفرمهم مع بعض وترجعهم تاني طبقه اساس، مش بقى بترجعهم طبقه اسفلت قويه، اساس قويه، نرجع تاني نحط عليهم طبقه اسفلت سطحيه، يبقى اصبع عندنا الطريق قوي جدا. بنلجا لده لما يكون طبقه الاساس او الطريق نفسه ضعيف وبقى فيه تموجات وبقى فيه عيوب في طبقه الاساس وطبقه السطحيه، ولكن لما بنلاقي الطريق فيه شروخ في كل الاتجاهات، وده كان ظاهر جدا في طريق الاقصر هنا الشرقي على الصحراوي، بنلاقي فيه شروخ في كل الاتجاهات، بتيجي مكنه اسمها السي اي ار كولد ان بليس ريبليسمنت اللي هو احلال طبقه الاسفلت السطحيه على البارد، بتيجي تقشط مقشطه ماشيه حضرتك بتشوفها في الصوره، بتاخد الناتج القشط ده يخش مكنه لاعاده التدوير، بتخلطه تاني مكنه وراها بتدخلها بتومين رغوي، البتومين الرغوي ده بتقلب مع طبقه الاسفلت اللي احنا قشطناها بدل ما نرميها بره الطريق، بناخدها تاني نديها بتومين رغوي ونرجع تاني نصفها بالفينشر اللي ماشي وراها الاخضر ده، ثم بعد كده تستوى بالجريدرات والهراسات، يعدي عليها يومين تنشف تتسلط بالكامل تبقى زي الحجر، نرجع نديها على طول بالفناشر وطبقه الاسفلت السطحيه العاديه اللي احنا بنعملها على كل يفرق الطرق. ايه عن اللي كنا بنستخدمه قبل كده ويخلص طريق في قد ايه؟ يعني الوقت بالظبط. سؤال جميل جدا. تفرق في التكلفه الماليه من 25 ل 30% توفير في التكلفه الماليه. تفرق في الوقت لا يقل عن برضه تقريبا من 25 ل 30% في الوقت. الاهم من دول العامل الثالث بقى المهم، يعني نقول اربعه، العامل الثالث ان هي بتاخد عدد افراد قليله جدا. معدات المعده دي كلها مشغله ثلاث افراد، واحد على المعده الرئيسيه، واحد على معده تقليب
او اعاده التدوير او اعاده الخلط بتاعت الطبقه. نعم. وواحد على الهراس اللي وراه. ثلاث افراد فقط لا غير. الحاجه الاهم جدا اللي لازم الناس تاخد بالها من بالنا يعني ببالهم منها وهي الحفاظ على البيئه. احنا لما كنا بناخد الاسفلت اللي بنقصته او نشيله حتى بالبلدوزر ونرميه على الارض خارج الطريق ده كان بيلوث البيئه. صح. في ملوثات للبيئه. نعم. وزاره البيئه مهتميه جدا 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 بهذا الموضوع. العالم كله مش في مصر بس مهتم جدا. احنا يمكن بدانا متاخر عن العالم كمان. مفيش حد بيقدر في مثلا في امريكا او في المانيا يرمي متر اسفلت واحد مقصود على جنب الطريق. لازم يا اما في مدافن صحيه عموميه يا اما بيرجع كله دلوقتي بيرجع تاني يعمل له ريسايكلينج ويرجع تاني يستخدمه مره تانيه علشان ما يرمهوش على اجنب الطريق ويلوث البيئه. طيب ده العائد. سيادة الوزير خلينا لانه موضوع الطرق الداخليه ده مهم بالنسبه لنا كلنا لانه في الطريق ما بين اسيوط سوهاج طريق فيه تقريبا 200 مطب يعني في ال 50 كيلو دول بتاع 200 مطب. هل هذه الطرق حضرتك هتشوفها ولا لا؟ المطب ده بس حضرتك وضح الكلام عشان الساده المشاهدين الاهالي اللي عاملينه. ايوه وضح يا استاذ احمد. ما انا عايز اقول لحضرتك وضح كل بيت عامل مطب قدام بيته بما يسمى بمطبات صناعيه على طريق سريع. انا وقفت كلمت ناس النهارده مش عايز اقول لحضرتك واحد يقول لي ايه اصل كان حصل هنا حادثه من 10 سنين والتاني يقول لي اصل ده ولا مؤاخذه بقى يقول لي اصل كانت المطيه بتاعتك كانت معديه قدام البيت والعربيه خبطتها. طب انت ولا مؤاخذه حيوان من عند حضرتك عدى قدام الطريق غلط حصل له حادثه تقوم انت بقى تسبب في حوادث لكل اللي هيعدوا على الطريق بعد كده. المطبات الصناعيه دي يا استاذ احمد بصرف النظر ان هي بتؤثر عن سلامه على سلامه الطريق. لان العربيات لو حضرتك لاحظت هتلاقي في اماكن المطبات الصناعيه هتلاقي قبلها وبعدها ما يسمى بالراتنج او التخدد. لان العربيه بتيجي هنا وتهدي بتضرب فرامل بتقف شويه بتمشي في مسار ثابت يحصل تخدد للطريق. اذا هو حصل ادى الى تشوه في سطح الطريق. ده واحد. اثنين العربيات اللي بتضرب فرامل كل شويه وتخش على المطب وتطلع وترجع تاني اولا بتستهلك الكاوتش بتستهلك الفرامل بتستهلك وقود زياده بتاخر الوقت. طب ما احنا نقدر نعمل بسهوله جدا ودي ان شاء الله باذن الله هنعملها وكنا عاملينها في طريق طرق كتير من الوجه البحر عشان كانت يعني فيها كثافه سكانيه عاليه شويه. نقدر نعمل حواجز نيوجيرسي تمنع خروج الناس مباشره على الطريق لحد ما نعمل الزواج. طبعا ان انا بتكلم الطريق حضرتك بتتكلم عليه ده بالتحديد طريق فرداني. الطريق صح. الزراعي شرق النيل ده طريق فرداني. بينتهي الطريق الصحراوي اللي هو طريق الجيش الحر عند اسيوط ثم ترجع تخش على الـ 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 يعني النيل وتمشي بقى تاخد بقى الحته بتاعت اسيوط والبداري لحد ما توصل لحد سوهاج. نعم. الحته دي زي ما حضرتك بتقول احنا انا كنت بمشي عد 140 مطب صناعي يا استاذ احمد. 140 مطب صناعي. فالكلام ده طبعا اهالينا هناك بيتفهموا الموضوع ده. في ناس بتشيل المطبات احنا اتربنا منهم كده واحنا ان شاء الله باذن الله لما نعمل الزواج لهذا الطريق او نرفع كفاءته ونجدده هنعمل ان شاء الله نيوجيرسي على الجانب الشرقي للطريق اللي هو المعاكس للسرعه يعني ان شاء الله اللي هو هيبقى في اتجاه المباني ونحد برضه من خروج او الخروج المفاجئ للاهالي والحيوانات اللي معاهم على الطريق وما يحصلش حوادث ان شاء الله ويبقى امننا الاهالي وحيواناتهم ثم وامننا برضه اللي بيتحرك على الطريق. سيادتك اتكلمت من شويه عن الطرق داخل القرى او الطرق عمليات الرصف اللي هتتم في القرى والطرق الرئيسيه. انا كان معايا النهارده اثنين محافظين وبكره ان شاء الله معايا محافظ ثالث. النهارده كان معايا اللي هو اشرف الداوودي محافظ هنا والسيد محافظ الاقصر. مريت معاهم انا ورئيس هيئه الطرق والمجموعه اللي معايا على الطرق المحليه اللي موجوده عندهم. احنا اعتمدنا سياده الرئيس اعتمد خطه طموحه جدا لرصف كل الطرق الداخليه اللي بتهم المواطن فعلا اللي داخل القرى وما بين القريه والمركز. يعني هيئه الطرق عندنا خطه للطرق الرئيسيه اللي هي بين المركز والمحافظه او بين المحافظه والمحافظه. الطرق بقى اللي ما بين داخل القرى وداخل المراكز وما بين القريه والمركز تم اعتماد دراسه عملتهم ب 36.7 مليار جنيه مصري. خدناها على مراحل. كام؟ لا معلش الرقم كام يا فندم؟ 36.7 مليار جنيه مصري. للطرق الداخلية؟ الطرق الداخلية داخل القرى وداخل المدن وبين القرى والمدن. خدنا منهم لحد دلوقتي أول الأسبقية العاجلة كانت 2 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق. أيوه. وحطيناهم في 12 محافظة
ده مش احتياجات ال 12 محافظه ولكن جزء في ال 12 محافظه. ال 12 محافظه اللي هم كانوا اكثر تضررا او الطرق فيهم ليست جيده بالمره، نعم، دخلنا فيهم الوقت بننشر على 5.3 مليار جنيه دفعه ثانيه عشان يصل الى 7.3 مليار. انا من بالضبط من نص ساعه وانا بتحرك على الطريق ما بين هنا والاقصر بكلم معالي وزير التنميه المحليه زميلي اللي هو محمود شعراوي، نعم، والنهارده الصبح مكلم الدكتوره هاله سعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه علشان اعتماد المبالغ الماليه لهذه الطرق عشان احنا دخلنا في المرحله الثانيه خلاص. نسقنا مع المحافظين، شفت النهارده مع محافظ انيا محافظ الاقصر، بكره ان شاء الله مع محافظ اسوان، مش هنسيب الطرق المحليه داخل المحافظات الا لما ان شاء الله نخلصها وبواسطه الهيئه العامه للطرق والكباري وباشراف ثلاث جهات، الهيئه العامه للطرق والكباري ومديريه الطرق اللي في المحافظه، يعني اذا وزاره النقل ممثله، ايوه، المحافظه والتنميه المحليه ممثله، والجامعه المحليه اللي موجوده في كل محافظه هتشترك معانا في استلام الطرق. ده نهج جديد بيرسيه سياده الرئيس ان احنا ما نعملش الطرق وبعد شهر ولا شهرين ولا سته تلاقي اتكسرت تاني ورجعت تاني يبقى ما عملناش حاجه. ولكن تم تكليف الهيئه العامه للطرق والكباري بما ان عندها 14 منطقه منتشره في كل انحاء الجمهوريه، عندها معدات، عندها شركات، عندها مهندسين، وده الاهم، مهندسين، هي اسمها هيئه الهيئه العامه للطرق والكباري لمصر، هي هيئه طرق مصر، فهي هيئه متخصصه هتنفذ كل الطرق دي بالتنسيق مع المحافظات والتنميه المحليه والجامعات، وان شاء الله باذن الله عندنا شبكه طرق محليه داخليه على مستوى عالي جدا ان شاء الله تساوي شبكه الطرق الرئيسيه اللي تم تنفيذها واللي جاري استكمالها الحمد لله. بالنسبه للنقل النهري والمراكب النيليه، المراكب اللي بتنقل المواطنين المعديات، قبل ما اقول لحضرتك المعديات، وسمعني دلوقتي السيد محافظ هنا اللي كان معايا النهارده ومحافظ الاقصر النهارده هما بيستقبلوني. محافظ هنا قال لي يا فندم احنا عندنا كوبري عايزين او مزلقان عايزين ننفذه. قلت له على طول عايز الطرق معايا، قلت له انا واخد تكليف من سياده الرئيس ب 33 مزلقان، مفيش مشكله ان هم يوصلوا 40 مزلقان يا حسام رئيس الطرق، ابدا بكره ابعت اللجنه تستطلع المزلقان. وهو سامعني دلوقتي السيد محافظ هنا الكوبري اللي على المزلقان، وما نعملش كوبري فقط يعدي المزلقان وبس، لا ده احنا نعمل كوبري يعدي المزلقان ويحل مساله مروريه ومشكله مروريه في الميدان. السيد محافظ الاقصر كلمني وهطلع معاه بكره الصبح على محور بيسموه محور سبوتيل عندهم، عنده محور او عنده كوبري برضه على مزلقان السكه الحديد في منطقه سبوتيل، اعتمدنا له النهارده برضه محور كوبري او نعمل كوبري على السكه الحديد زائد يحل المشكله المروريه، وان شاء الله وده الجديد بقى لمحافظه الاقصر، ويبقى ان شاء الله باذن الله هديه سياده الرئيس للاقصر في العام المالي القادم ان شاء الله هنعمل لها نفق في منطقه سبوتيل، لان الاقصر حضرتك عارف كوبري واحد بيخدمها جنوب الاقصر تقريبا ب 10 كيلو، يعني اللي عايز يعدي من الاقصر اللي هي المنطقه السياحيه والسكانيه والفنادق كلها شرق النيل وطبعا المنطقه الاثريه والجبانات كلها غرب النيل، غرب اللي عايز يروح من شرق النيل لغرب النيل بينزل 10 كيلو ويعدي الكوبري ويرجع تاني 10 كيلو، طبعا مشوار كبير جدا يؤثر في انتظام السياحه والجذب السياحي. ان شاء الله باذن الله هنستطلع بكره مكان نفق هندرسه هنعرض ان شاء الله باذن الله يتطبق ونعمل نفق للاقصر، يبقى الاقصر عندها نفق يعبر النيل من داخل الاقصر الى وادي الملوك في الغرب ثم بالاضافه الى الكوبري الموجود حاليا. محطات السكه الحديد يا فندم في الصعيد، محطات السكه الحديد احنا قلنا ان احنا عندنا كل المحطات الرئيسيه دلوقتي بما فيها مثلا محطات الصعيد الرئيسيه زي مثلا في بعض المراكز زي صملوط، انا بكلم حضرتك دلوقتي واهل صملوط كلهم يقدروا يدخلوا مع حضرتك ويقولوا اه ولا لا، محطه صملوط مثلا ده مركز مش مثلا محطه المنيا الرئيسيه، نعم، ولا بني سويف الرئيسيه ولا الاقصر ولا 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 سوهاج ولا لا، ده عن محطات المراكز مركز بدانا فيها كمان في صملوط بتتعامل على احدث مستوى دلوقتي. المرحله الثانيه ان شاء الله باذن الله نخلص بس بقيه المرحله الاولى اللي عندنا، عندنا محطه مصر في اسكندريه بتتعامل على اعلى مستوى، ان شاء الله محطه دمنهور اتقفلت، محطه بورسعيد اتقفلت، كل المحطات اتقفلت، هنبدا ان شاء الله في باقي المراكز وما يسمى بالهلط او المحطه الصغيره بتاعه القرى، لان احنا ان شاء الله مش هيبقى عندنا قطر جديد بالمنظر ده والحلاوه والشياكه دي ونقف على بقى على
على يعني 20 30 مليون جنيه للمحطه. لا احنا زي ما بنطور القطارات والاشارات والابراج والمزلقانات والكلام ده، ان شاء الله مش هنسيب محطه في مصر ولا حتى في شطوره مركز طاقة محافظة سوهاج. بشكر حضرتك والله انه فاكر شطوره. طبعا طبعا ما بنساش انا. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يكرمك. طمني على القطارات عندنا والخدمه النهارده وانتظامها قد ايه؟ القطارات الحمد لله احنا كل شهر دلوقتي بيجي لنا 35 عربيه روسي. كل ما بيجي 35 عربيه بنشكل ثلاث قطارات، وعلى فكره بنزودهم على خطه التشغيل الحاليه. ليه؟ لان احنا لما بنميكن ونكهرب الاشارات والسكه، احنا بنقدر نزود عدد القطارات اللي شغاله على السكه، بنقلل زمن التقاطر، وبين كل قطرين نقدر نحط قطر براحتنا خالص. لن نلغي قطار من القطارات القديمه الا لما يبقى عندنا سكه تشبعت بالكامل وبقى عليها عدد قطارات. احنا دلوقتي بنطلع مثلا 890 900 قطار، لما نوصل ل 1000 قطار يبقى السكه او 1100 قطار، السكه تشبعت، نبدا نطلع من القطارات القديمه ناخدها، مش هتخرج من الخدمه، لا ده هتخرج تترفع كفاءتها وتتجدد في الورش، وتبقى عندنا جزء احتياطي لحد ما نعمل الازدواجات الجديده، لان حضرتك لما نعمل ازدواج لكل خط محتاج بدل ما كان يمشي عليه قطر واحد يمشي عليه القطرين. نعم. فاذا هنحتاج قطارات جديده. اللي حضرتك تشوف دلوقتي الحمد لله تلاقي قطر كله ماشي جديد، عربيات جديده، وقطره جرار جديد من جرارات الجنرال الكتريك الجديده، حاجه بسم الله ما شاء الله تفرح ربنا يسرها معانا ويعديها على خير، ونخلي كل قطاراتنا بحلول 2024 كلها جديده بالكامل، يبقى منظر كام قطر باذن الله. كام قطر 2024 جديد بالكامل؟ ان شاء الله باذن الله هيبقى عندنا 1200 قطار، احنا دلوقتي عندنا 890 900 قطار، بنتمنى ان هم ان شاء الله باذن الله في نهايه 22 يبقوا 1100 قطار، 2024 يبقوا 1200 قطار، نقدر باذن الله نضاعف، يعني نخلي بقى المليون راكب دلوقتي نخلوه مليون ونص. احنا على فكره يوميا احنا كنا بنشيل زي ما قلت قبل كده وصلنا ل 700,000، رجعنا تاني دلوقتي الى المليون. صحيح ممكن احنا بنقول الطاقه الخصوى مليون، احنا بيركب عندنا يعني يوم الخميس انا مس معايا حصر يوم الخميس 863,000 راكب يوم الخميس، يعني قربنا على المليون. انا عندي قدره اشيل مليون، ولكن جاي عشان لسه الجامعات ما اشتغلتش، جايز لسه في بعض المصالح عشان كورونا لسه برضه متاثره، لسه المدارس ما اشتغلتش، لما تشتغل المدارس والجامعات هنوصل للمليون ونقدر نشيل المليون. 2024 ان شاء الله هنبقى مليون ونص في اليوم، 2030 هنبقى 2 مليون في اليوم ان شاء الله باذن الله. حركه المترو ماشيه كويس جدا، بيحصل طبعا زي ما حصل من حوالي خمس ست ايام بعض اعطال كهرباء، يعني احنا مش هنقول احنا دي خارج ارادتنا، احنا يعني دي كهرباء، ولكن احنا مش هنرمي على وزاره الكهرباء، لانه برضه عندهم شبكه بيجددوها، شبكه محتاجه رفع كفاءه طبعا، هم يعني وزاره الكهرباء طبعا، وده زميلي وصديق الدكتور شاكر، وانا عارف هو بيعمل ايه، هو خلص تقريبا مصادر انتاج الطاقه، ولكن مصادر النقل والتوزيع شغال فيها دلوقتي بهمه وبقوه كبيره جدا، محتاجه وقت شويه، بيحصل في بعض الاحيان كابل يضرب، محطه تخرج بره الخدمه، وده اللي حصل في المحطه بتاعت السبتيه في الاسبوع اللي فات، محطه خرجت بره الخدمه، عملت لنا دربكه شويه في قطار الخط الثاني، يعني على طول خلال ساعتين كانت الكهرباء رجعت. طبعا احنا بنقدر نشغل الكهرباء الاحتياطي، ولكن ما تقدرش تشيل الخط بالكامل. فطبعا على طول مع مركز التحكم والطوارئ في الكهرباء بنبلغ وبنتعاون معاهم، ترجع الكهرباء تاني تشتغل الحمد لله. الخط الاول والخط الثاني منتظمين، الخط الثالث دلوقتي منتظم من عدلي منصور اللي شرفها سياده الرئيس بالافتتاح في الشهر الماضي حتى العتبه. ان شاء الله باذن الله المكنه اللي شغاله فيه اللي متوقفه دلوقتي للصيانه فقط، مش لا فيها اعطال ولا حاجه، هي خرجت من المنطقه من اللي كانت معديه من تحت النيل في الزمالك، دخلت محطه صفاء حجازي. نعم. بتصين دلوقتي ان شاء الله على بدايه شهر اكتوبر تبدا تحفر ثاني في اتجاه النيل الصغير وامبابه والكتكات، توصل ان شاء الله للكتكات، لما توصل للكتكات هنشغل المرحله دي من العتبه للكتكات برضه ان شاء الله، بحيث ان كل محطه بتدخل يا استاذ احمد الخدمه بتيسر وتسهل التحركات وانتقالات اهالينا في القاهره الكبرى. ان شاء الله باذن الله يعني مطلع 23 في نهايه 22 بدايه 23 يكون الخط الثالث بالكامل
انتهى، وبنخدم جمهورنا من اول عدل منصور في اقصى شرق القاهره الى امبابه وجامعه القاهره، فرعتين طالعين من الكتكات، واحده طالعه في الشمال في امبابه، واحده نازله في اتجاه الجنوب في جامعه القاهره. ان شاء الله يبقى خدمنا ربطنا من اقصى الشرق الاقصى الغرب والجنوب الغربي، ربطنا بالخط الثالث ده يربط الخط الاول والخط الثاني، عملنا يعني بدايه شبكه. لما يدخل بقى الخط الرابع اللي بدانا ننفذ فيه دلوقتي برضه من اكتوبر حتى الملك الصالح عبورا من ميدان الجيزه، ثم يكمل لحد منطقه الرحاب في القاهره الجديده. نعم. والخط السادس اللي هيجي من الخصوص في اقصى الشمال ويعدي من تحت الطريق الدائري ويمشي شارع بورسعيد ثم غمره ثم العتبه لما لحد المعادي وزراء المعادي، يبقى احنا بقى عندنا شبكه مترو كامله تضارع وتضاهي اكبر شبكات المترو في العالم. سيادة الوزير كامل الوزير، بشكرك شكرا جزيلا.